كنت سائل شنو خرجت الحركة وشنو مفروض منها تخرج من بعد. خرجت واحد الجيل أدى واحد الوظائف واحد المهام بعضها كان مخطط له، وأغلبها لم على الكسب، أن الزيادة في الحج والزيادة في التدين والحجاب تزاد وما بقاش الغربة. مشيت أنا للجامعة ما فيهاش الحجاب، ما لقيتش الحجاب، صحابني غنلقى الحجاب ما لقيتوش. مشيت فرحانة ماشي لفاس المدينة العلمية فيها العلماء وغنلقى الحجاب. اللي صدمني الأول هو أستاذ قراني، هادشي يمكن ما خصنيش نقولو ولا شي نهار غنكتبو ولا شي. أستاذ فقيه كبير عيط لي قال لي جاي علاش داير هذيك الدرة بعدا نتيا في راسك، الله يرحمه برحمة الله، تلقيتها في القرآن. قال لي شنو القرآن هذا؟ ومشي جبت التفاسير هزاهم وجيت عنده بديت كنوريه بدا كيشوف فيا، قال لي اللهم لا تجعلنا من الغافلين. وصبحت أنا يعني بحال بنته، علماء وكانوا غافلين على هذا. راه وضع عشناه، راه واقع عشناه، دابا داز ما بقاش. ولكن من اللي جات الحركة الإسلامية وأسست هاد التأسيس بدلت واحد الجهد. دابا هاد الشباب اللي كاينين خصهم يبدلوا جهد باش عاود يغطيو هاد التحديات اللي ذكرتها ويركزوا على القضايا أنا اللي بانت لي، لأن مطلوب مني نتكلم على التحديات والقضايا. التحديات اللي بانت لي هي التحديات القيمية اللي كتواجه الأسرة وكتواجه المجتمع بكافة تلويناته. دابا اليوم كنعرف انا الناس اللي هما يساريين كيجيبوا ولادهم عند الجمعيات ديالنا يتاطروا حيت كيخاف على ولده، ما قدش هو بوحدو يربي داك الولد. قبل كان كل واحد كيربي في دارو والتربيه كانت متشابهه كما ذكرت. اليوم راه الخوف الرعب عند الجميع. طبيب كان مشي عنده ما عنده حتى شي علاقه بالتدين، يقول لي ولدي نجيبو لكم، كنخاف انا يتبلى لي بشي مخدرات، ولا كيقول لي داكشي اللي كتربيو ما كيمشيوش المخدرات. قلت له لا لحد الان ما كيمشيوش. قال لي ونجيبو لكم، انا خوفان على داك الولد عاد كيمشي لي المخدرات. وهذا هو بقيت كنهضر معاه، قلت له بعدا خصك تصلي وتدعي مع داك الولد. وبقى مسكين كيشوف فيا قال لي انا ما صليتش، عمري ما صليت. هذا واقع جديد. اذا هاد الشيء اللي هي تحديات يمكن تكون هي وسائل باش حنا يمكننا نشتغلوا اكثر وندخلوا على المجتمع اكثر ونقدموا خدمات كيحتاجها المجتمع، ما بقاتش اختياريه، كيحتاجها باش يربي ولاده باش يصلح. البارح كنت مع طبيب، الحمد لله اللي داروا الاطباء المتدينين في علم النفس اللي كيعاون اسره متدينه بحالنا، راه بحالنا بحال اللي كنهضر على راسي وعليكم، وقعت فيها الخيانه الزوجيه. تعترفوا وبغاو يتوبوا وبغاو يقبطوا الطريق وما قدوش، ما قدوش ينساو بانهم وقعوا، ما قدش الراجل ينسى وما قدش المراه تنسى بانه خانة. احتاجنا طبيب اللي غادي يجي ويجلس معاهم يعاونهم كيفاش يتجاوزوا. كيقول لي داك السيد ما كاينش شي راجل مدي ونيرجموني، انا معترف عليني خرج للجرائد ونقولها توبه، ولكن كيفاش غيتوب هذا الراجل ما قدش يتجاوز. الناس هذه الخدمات محتاجينها مع هاد التوترات وهاد القلق وهاد الشيء كله، محتاجين الناس هاد الخدمات اللي كنعملوها، ولكن خصنا نجودوها. وانا ذكرت المشاعر وباقي كنعاود نذكر، ماشي المشاعر اللي حيت انا كنتميز بها، المشاعر كيتميز بها الدين ديالنا. ما كاين حتى شي علاقه عندك مع الله الا كاين عندك عقائد جافه ما فيهاش المحبه لله سبحانه وتعالى. كتعبدو حبا ماشي كتعبدو خوفا، غير خوفا، الخوف بوحده هو اللي راعبك. لا، الحب والشوق والامتنان لله سبحانه وتعالى جعلك انسان وما جعلكش حجره ولا شجره ولا، وجعلك مسلمه وكاع ما ضربتي تمر على هذا الاسلام. ولكن هذا الاسلام راه ما يبقاش بوحده. ها الاندلس حدانا، فين هو الاسلام فيها؟ راه كيبقى بجهد المجتهدين والدعاة. كنحتاجوا القدوه اللي ذكروا الاخوات، صحيح كنحتاجوا القدوه، ولكن القدوه خصها تكون عمليه. وهاد الاخوات اللي تكلموا انا كنحتاج نشوف القدوه في الاخوه بين الاخوات، ماشي انا كنحبك في الله وصافي. داك الاخوه اللي كنحسوا بها اكثر من اللي كنحسوا بها بالدم. اخوات في جلسه وحده
كيهزوا بعضياتهم كيوقفوا مع بعضياتهم. الاخت كتمرض كتلقى راسها محاطه بالاخوات ديالها، الاخ كيتبتلى كيلقى محاط بالاخوان ديالو، ماشي مكاينش اللي كيسول فيه تيسولوا فيه واش اديتي راه تجمعت عليك 6 شهور، شنو جلس معاه وعرفوا علاش ما عطاش 6 شهور، شنو هو الظروف ديالو؟ هادشي راه كيجيو يشكيو ليه. واش كيقول لي العلاقه بالحركه دابا فيها واحد المسطره ما كاين غير ما غبتي 3 د المرات ما اديتيش ما عملتيش، راه حنا اكبر وبغينا نلقاو الله بديك العلاقه، راه اكبر بكثير هذيك مساطر نحترموها، الا ما عملناهاش وما اديناهاش وما عملناهاش راه حنا ماشي تنظيم، هذيك مساطر مهمه جدا، ولكن ما قبلها وما بعدها وما حولها هذاك الشيء اللي خصنا دائما نشتغلوا عليه ونقلبوا عليه، ولادنا يلقاو داك الاحتضان داخل الحركه الى لقاو ما غاديش يزيغوا. كاملين عشنا صعوبات مع ولادنا، انا ما كاينش اللي عاونني في ولادي قد الاخوان والاخوات، الاخوان والاخوات جزاهم الله خيرا، حيت عشنا الاخوه معاهم، هذيك الاخوه اللي انا ما بقيتش كنشوفها بزاف في الحركه خصها تبان، رجعنا الجفاء شي خصو يعاود يتصنع. كنا كنمشيو كنضيفو عند بعضياتنا وكان ان يوصل له وقت، انا عارفه راسي كنضيفو عند بعضياتنا ماشي حيت ما قادينش نمشيو للوطيل، لا كنتفقوا باش نعيشوا اجواء الاسره ديالي مع ديال فلان، ولادو مع ولادي، ولادي يشوفوا بان حتى هذوك الناس كيهضروا مع ولادهم على الصلاه، حتى هما كيقولوا له ما تلبسوش اللباس الفلاني، وكيعيش بان كيعرف بان كاين مجتمع كيشبه له بحاله، ما كانش هذا المجتمع كاين بزاف، كيبدا كيجي للدار مرتاح ما كيبقاش يقول غير نتوما كتغوتوا غير نتوما كتقولوا غير نتوما، هذه راه فيها صناعه ديال وحي تربوي، انا ما غاديش ناكد على، انا كنقول الاستثمار كيفاش نستثمروا الاوضاع والتحديات اللي موجوده، كل زمان الله تعالى خلقنا فيه راه هو بقدره وبحكمته وبتدبيره، هذا هو الزمن اللي توجدنا فيه خصنا نعيشوه وخصنا نوجدوا راسنا لهذا الزمان لهذا الواقع اللي موجود، نعاونوا هاد الشباب نعاونوا هاد وليداتنا هادو اللي طالعين في هذا الوقت هذا ماشي ديال شي زمان اخر، ما يمكن لك تعمل عليهم حتى جدار، ما يمكن لك تعمل معاهم حتى طابو، الطابوات انتهاو شحال هادي انتهاو، ولكن دابا بعدا في ديورنا صافي انتهاو، يمكن عند الناس اللي كانوا متحررين انتهاو شحال هادي، دابا عندنا انتهاو. دابا الا ما تكلمتيش مع ولدك على الشذوذ الجنسي خصك تأدي الثمن، دابا الا ما تكلمتيش مع بنتك على الدعاره وشنو هي الدعاره خصك تأدي الثمن، خصك تفتح تكلم بنيتات معاكم مجموعين تكلموا معاهم، انا كيجيو عندي بنات عندهم 15 عام تبلاو بالدعاره ماشي عاد بداو دوزو مرحله وما يطيحش على بالك ملي تشوفها في وجهها، وديك البراءة ملي تشوفها كتخلع، ما بغيتش انا نخلعكم ولكن الحقيقة هي هذه الاخوات، خصنا نوجدوا راسنا ما نبقاوش كنشتغلوا بداك التراخي وبلاتي علينا، ديك الجلسة دارت ولا ما دارتش بحال بحال، جاو ولا ما جاوش، دوك التلاميذ إذا غابوا علينا شي مدة ما نتفقدوهمش، تفقدوهم خافوا عليهم، راه مسؤولية إلا عندك 10 تلميذات كتأطرهم خصك تخاف عليهم قلب عليهم، علاش ما جاوش؟ ياك ما ذاك الوقت اللي هي الام ديالها كتعرفها كتجي هي كتمشي تقضي في حاجه اخرى. انتبهوا راه مسؤوليه كبيره مشتركه بيننا وبين المجتمع، حنا خرجنا لهذا الشيء وقبلنا التعاقد مع المجتمع، ما طالبين والو حنا من المجتمع، طالبين غير تبقى عندنا هذه الحريه ديال باش نمارسوا الدعوه الى الله اللي كتصنع الضمير الفردي عند المسلم والضمير الجماعي عند الامه. هذا الشيء اللي بغينا، الله سبحانه وتعالى يوفقنا لصالح العمل ويتقبل منا ويتجاوز على التقصير ديالنا، الله سبحانه وتعالى ينوركم ويوفقكم، وانتم راه واقفين في مواقع وفي ثغور، ما بقاتش الثغور دابا فيها الجنود داك الشيء تسالى، دابا الثغور فيها الحرب على القيم والحرب على المعتقدات، الشيء اللي كان كيريحك خلقتي سمعتي الله كاين وبقيتي كتعتقد الله كاين، اليوم مشاكل، جا عندي ذاك النهار واحد الشاب من أسرة متدينة
كيقول لي انا ما كنامنش، انا الاب ديالي والام ديالي كيظنوا، هادو الاخوان ديالنا كيظنوا بانني انا مؤمن انا كافر. علاش وليدي كيفاش كفرتي بعدا منين جاك هذا الكفر انت كاع؟ قال لي لا انت غدات كتعلم، هما كيعلمونا داكشي اللي بغاو ولا كتعلم اللي بغيتي انت ماشي اللي بغاو هما. قلت له خصك تجلس مع باك تناقش. قال لي لا ما نتناقش معاه، باقي كيخلص لي باش نقرط منين نسالي ونخدم كون عندي فلوس غنقولها له. يالله قول لي دابا انا واش غنمشي نقولها لدوك الوالدين في غفلة من امرهم واش غيفهموا ولا ما يفهموش، واش غيقبلوا ولا ما يقبلوش، ولا غنبقى انا خدامه على داك الولد ولا غيطير لي انا نعاسي وما ولدتوش. ها مشاكل حقيقيه الاخوات، النهوض النهوض. مضى عهد النوم يا خديجه، لا بد نعود الرجع اوراق ديالنا. انا مره كنعاود نحس بان هذا الترف والترفيه اللي هضرت عليه اللي هو اصبح جزء من الحياه والتربيه، حتى في الدعوه رجع عندنا الترف والترفيه. وملي كنبغيو نمشيو ندعيو شي واحد خصنا لوطيل وما نمشيوش لديور الاخوان، وخصنا الشروط، خصنا كذا، خصنا راه لا بد من مراجعه الواقع. عسى الله سبحانه وتعالى ان يتجاوز عنا وان يغفر لنا وان يتوب علينا وان يوفقنا لكي نكون في اداء مهمتنا ورسالتنا، وان يثبتنا حتى نلقى الله وهو عنا راضي. والسلام عليكم. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن اعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، جلها ودقها، عظيمها ودقيقها يا رب العالمين. شارك المقطع مع اصدقائك تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.